الموضوع اللي بدي احكي عنه موضوع يمكن بنفذ على المحاضره اللي كانت قبل، هو عن اهبه الخثار او ثرومبوفيليا. هلا بتشوفوا قديش الى يعني اهميتها بمجتمعنا، والحمل وبالدرجه الاولى على لفقدان الحمل تاثيرها سلبا على الحمل. طبعا هذا ما في اي كونفليكت اوف انترست. الخطوط العريضه للمحاضره رح نحكي عنها هلا بالتفصيل. اول شغله، هالمحاضره عباره عن مراجعه للادبيات الطبيه، كل شيء طلع ميتا اناليسز او سيستماتيك ريفيو، مراجعات منهجية أو تحليل تدوية حول موضوع ثرومبوفيليا أو أهبة الخثار، فقدان الحمل أو علاقتها بالحمل بشكل مباشر. طبعا الرجوع كان لمصادر الطب المسند بالدليل. أنتم كلكم تعرفوا أنه الطب المسند بالدليل هو عبارة عن دمج ثلاث شغلات، دمج العبارة عن كل ما طلع من تقارير وأبحاث علمية مع الخبرات طبعا المحلية مع احتياجات والإمكانات المتوفرة عند هالثلاث شغلات مع بعض، هن عبارة عن evidence based medicine. يعني رح ألخصها باختصار، إذا عنا طبيب كبير مثل هذا اللي على اليمين وعنده خبرة هاي اللي له 40 سنة عم يعالج بالنساء والتوليد على سبيل المثال، واحد شاب بس هالشاب هذا عم يتابع كل شيء طلع أبحاث جديدة، كل شيء دراسة، المريض لعند مين بيروح؟ بتحير يروح لعند هذا ابو الخبره ولا عند هذا. طب المسند بالدليل هو عباره عن دمج هالاثنين سوا، ما هو عباره عن دمج هالخبرات مع الابحاث بشكل عام مع الامكانيات المتوفره بشكل عام. طبعا هي مصادر الطب المسند بالدليل، تم الاعتماد بشكل رئيسي على شغلتين رئيسيات، هو الجمعيه الاوروبيه، وهلا طلع فيه تبع البريتش فيرتيلتي سوسايتي طلعت شيء له علاقه بالثرومبوفيليا. هلا الجايد لاين شفتوا اللي انحط قبل من الدكتور القلبيه كان اي وبي وسي، هلا اعتمدت الجمعيه الاوروبيه وهلا بالتشاور انه تحط هي بال 2021 بدات، خلينا نقول قوة الدليل سترونج وكونديشنال، والجي بي بي هو الجود براكتس بوينت. سترونج لما يكون في عنا دليل دامغ مؤكد على فائدة التوصي أو هالتدبير، يعني هذا عنا قطعا ميتا اناليسز وعدة يعني مراجعة وسيستماتيك ريفيو على الأقل ويل ديزايند ما فيها أي بياس، هذا بناخده سترونج. وهذا بأغلب الدول العالم يحاسب القانون إذا لم تعتمد هي التوصية، يعني على الطبيب لازم نعتمدها، ما في ولا رأي غير هيك لما يكون سترونج ايفيدنس كلنا لازم نعتمده. كونديشنال لسه ما صار يعني في دليل بس ما إنه قوي. طبعا في عنا مثلا راندومايز كنترول ترايل وحدة، في عنا كذا مثلا كيس سيريز، او في عندنا ويل ديزاين ستدي، فيعني لازم ناخذه بعين الاعتبار لانه هذا لسه بحاجه لدراسات اخرى. طبعا اللي بيحط الجايد لاين دائما هاللجنه هي عندها خبرات، هلا طلعت في شغلات ما عليها دراسات بس من الناحيه العمليه هي بيسموها جود براكتس بوينت او جي بي بي، كمان ممكن ناخذها بعين الاعتبار وبحاجه الى دراسات اخرى لانه ناخذها هي بالنسبه لقوه الدليل. هلا فقدان الحمل، قبل ما احكي عن موضوع الحمل، فقدان الحمل بالتعريف كان يقول هو ما نعمل الاستقصاءات او ندرس الثرومبوفيليا الا بعد ثلاث اسقاطات متتاليه. هلا التعريف المعتمد عالميا، اول شيء الاسقاط ما عاد قبل 12 اسبوع كان عليه خلاف، مره قالوا بال 20 اسبوع، هلا حدوث فقدان حمل لمرتين قبل عيوشيه الجنين، عيوشيه الجنين بتختلف، نحن عندنا ال 28 اسبوع للشهر السابع ليعيش، معناته اي فقدان حمل قبل 28 هذا مرتين متتاليتين هذا استطباب لنعمل الاستقصاءات بشكل كامل. طبعا ملاحظين الجمعيات اختلفت عليه لانه هلا صار باجماع لا يعتبر البيوكيميكال بريجننسي، اذا واحد بس طلع التحليل حمل هي ما بتنحسب وحده، او حمل خارج الرحم او حمل رحوي، نعتمد على الحمل الحقيقي اللي فيه جنين. اذا هي اول شغله. اسباب اللي بتاثر كثير على الحمل انطرحت اكيد كلها، شفت معظمها راح ينطرح، اللي راح اتحدث عنه هو الاسباب بشكل عام ما يتعلق باهبه الخثار او الميل للخثار، وهي بتفيد حتى معظم الاختصاصات. هلا شوفوا قديش منتشره بلدنا. ثرومبوفيليا او اهبه الخثار هي ثلاث اقسام رئيسيه او ثلاث، وحده انهيريتد وراثيه،
الوراثيه بتشوفوها كثير بالتحاليل، اهم بسموها اكتيفيتد بروتين سي ريزيستنس، وهي مؤشر لشيء ثاني غالبا لطفره بالعامل الخامس الفاكتور في لايدن، بسموه في طفرات اخرى بس اشهرها فاكتور في لايدن، في البروثرومبين موتيشنز، في طفره الام تي اتش اف ار، هلا رح نحكي عنه باختصار، نقص البروتين سي ونقص البروتين اس، هذول ممكن يعملوا لنا ميل للخثار، واخر شيء الانتيتروبين ديفيشنسي، نقص الانتيتروبين ايضا. ممكن تكون اكوايرد مثل متلازمه اضداد الفوسفوليبيد، هي اهم شيء وشائعه عندنا، هي اهم شيء، او ممكن تكون كومبايند مشتركه، يعني ممكن تكون وراثيه ومكتسبه، مثل فرط هوموسيستين الدم اللي ممكن يكون سببه طفره، وممكن يكون سببه نقص الفوليك اسيد والبي 6 والبي 12. نبدأ بالأول بشكل من الوسط، هي متلازمة أضداد الفوسفوليبيد اللي هي البعض بيعتبرها هي من الأمراض المناعية الذاتية. متلازمة أضداد الفوسفوليبيد الكل بيعزيها لوجود أنه بتزيد قابلية التخثر، عم يصير في خثرات بالمشيمة، عم يصير يا إسقاط يا نقص نمو داخل الرحم يا انسمام حملي مبكر، تمام، أو أحيانا ولادات باكرة. إذا الأغلب يزيها. هلأ تبين أنه ما عادت بس مشكلة، أنه مشكلة هي زيادة قابلية التخثر من أضداد الفوسفوليبيد، تبين انه بالدراسات انه اول شغله هي بتثبط تحرر الاس سي جي اللي هو طبعا من المشيمه، ايضا هي بتعمل بلوكينج، بتعمل معاكسه للبلاسنتيشن لعمليه تشكل المشيمه، فهي بتعمل بلوك للانفيجن تبع للغزو الاوراق خلايا الطبقه المغذيه، ايضا بتثبط تشكل الخلايا المتعدده النواه، بتعمل الادهيجن موليكولز بتاثر عليها المسؤوله، ايضا مهمه جدا بموضوع التصاق المشيمه واندخالها بالغشاء الساقط، فاذا كثير كثير مهم، وهي بتفعل ايضا المتممه، فهي ما عادت بس موضوع تخثر، طبعا لا شك التخثر له دور كبير الا انه هي لها دور كامل. شلون بنشخصها وتغير بالنسبه للسوفت وير بس هلا شو في عندنا معايير، هلا لازم كلنا على الاقل نعرف نشخص مضاد الفوسفوليبيد بدنا هالجلسه. عندنا معايير سريريه وعندنا معايير مخبريه، تمام، لمتلازمه اضداد الفوسفوليبيد. المعايير السريريه بدنا نحن لحتى نشخص على الاقل عندنا معيار سريري ومعيار مخبري. المعايير السريريه اول شيء عندنا قصه ثرومبوسيس، قصه تخثر سواء كان وريدي او شرياني او حتى بال 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 بالاوعيه الصغيره، هي نعتبرها معيار. اثنين، اذا عندنا اما فقدان حمل بعد الشهر الثالث او ثلاث اسقاطات قبل الشهر الثالث، وكل واحد منهم معيار. اذا اول شغله عندنا قصه تخثر، اثنين فقدان حمل لواحد بنعتبره معيار بعد الشهر الثالث، او ثلاثه مبكرات قبل الشهر، يعني اول ثاني ثالث قبل 12 اسبوع، خلينا نقول 12 اسبوع هي ادق. الشغله الثالثه اذا عندنا في شيء موربيديتي للجنين، انسمام حملي مبكر او نقص نمو داخل الرحم، اللي هذا بيعكس لنا قصور مشيمه، يعني في خثرات بالمشيمه منعت نمو الجنين، اذا واحد منهم هذا معيار. هذا هي المعايير بشكل عام، معايير سريريه يعني معايير قصور المشيمه والانسان الحملي بالاخير. اذا واحد من اي واحد منه هذا معيار سريري. المعيار المخبري اذا عندنا طبعا الثلاث تحاليل اللي بنعملهم هو الانتي كاردولبن، اضداد الفوسفوليبيد بالواقع هن سبعه، وكل واحد في اي جي جي واي جي ام واي واي جي اي، معناتها 21، نحن ما بنعايرهم. فاللي عليه اجماع عالمي ثلاث تحاليل، هو اول واحد انتي كاردولبن اي جي جي واي جي ام، اثنين اللوبس انتي كوغولان مضاد التخثر الذئبي كمان اي جي جي واي جي ام، وممكن نعمل تيست سكرينينج تيست له هذا احيانا بمعظم مخابرنا، ثلاثه البيتا 2 جلايكوبروتين اللي في شويه فروقات او في شيء ما في ستاندرايزيشن بالمخبر، هي مشكله مخبريه فيه، بس هو اذا كان ايجابي معتمد، معناتها هدول التحاليل المخبريه واحد منهم ايجابي هذا يعتبر معيار مخبر، بس هدول لمره واحده ما بيصير، لازم يكون في عندنا اختبارين لنقول ايجابي، اما بفاصل 6 اسابيع، الجمعيه البريطانيه 6 اسابيع بكفي، الامريكان لا 12 اسبوع، ما المهم اللي بدكم اياه، المهم انه يكون في عندنا ايجابيه مره واحده، ممكن تكون صدفه عارضه، اما اذا مرتين معناتها هي عندها متلازمه اضداد الفوسفوليبيد اكيد، اذا ترافقت مع معيار سريري، معناتها لحتى نشخص المتلازم شو بدنا؟ معيار سريري ومعيار مخبري،
اثنين سوا معناته خلص شخصنا، لانه هلا بتشوفوا التبعات تشخيص بدها ادويه كثير، يعني مو شغله. اذا مثل ما حكينا الكريتيريا، مثل ما قلنا معيار مخبري، التحاليل هن هالثلاثه الاساسيين، اذا طلعوا ايجابيين معناته عنا احتمال فوق ال 95%. هذا اضافه بضل عنا جزء بسيط قد يكون وما يطلع بالتحليل. لذلك يعني هي مشكلة فعلا، تحدي للطبيب، لأنه ما فينا نعاير 21 اسمه، بس حتى 97% ممكن يكون إيجابي بهالثلاث تحاليل هدول اللي هن. ولازم أكد على أنه تو تيست بفاصل 12 أسبوع، من 6 إلى 12 أسبوع خلينا نراضي. إذن الجمعية الأوروبية بالجايد لاين تبعها بال 2017 وتم تأكيده بال 2022، طلع له تعديل هلا جديد وغيروا بعض شغلات، اللي ما تغيرت خليتها على 17 لأنه هي بدأت فيها. إذا المريضة لازم تعمل على الأقل تحليلين بفاصل 6 أسابيع، هاي الدليل يعني كلنا بدنا نعتمده بهالتحاليل الثلاثة اللي حكيت عنها، يعني هاي كلنا لازم نعتمده بشكل رئيسي. هلا بالنسبة للتدبير، هلا إذا عنا بدنا نميز بين حالتين بالحمل، إجت مريضة عندها ضغط فوسفوليبيد، لازم دغري طبعا تعرف القصة، أهم شيء التدبير يختلف. إذا المريضة عندها سوابق قصة خثرية تمام، إذا في عندها قصة تخثر سابق ولا ما في. هلا إذا ما عندها بس اكتشفنا بها الحمل عندها أضداد فوسفوليبيد، بكفي نعطي شيء اسمه جرعة وقائية بروفيلاكتيك، اللي هي بتكون 40 مثلا كليكسان 0.45 بالنسبة للإينوهيب، يعني جرعة. كيف نعطي جرعة وقائية؟ نص الجرعة تقريبا. أما إذا عندها قصة خثرية بدنا نعطي فل أنتي كوغلويشن، يعني لازم نعطي جرعة كاملة مميعة، يعني نعطي إبرتين كليكسان باليوم أو ضعف الجرعة بالنسبة، يعني نعطي جرعة تميع فعال. كيف اللي عنده إذا عنده قصة سابقة خثرية لازم نعطي جرعة واحدة ما بتكفي، برجع بصير في نقص نمو. فهي نقطة لازم تنتبهوا لها بالنسبة للتدبير. بالنسبة طبعا العلاج هو اللو مولكولر ويت هيبارين، هو الدراج أوف تشويس، لأنه ما بتعرفوا كلكم ما له اختلاطات ولا بنشوف. هلا كثير من العلاجات اللي كانت تنعطى، اول واحد الكورتيزون، طب نشوف الدليل اس عليه ما بفيد ابدا انه نعطي بريدلون. في ناس عندها الوصف الروتيني اسبرين انه هب ولا يكون كليكسان وبريدلون، طبعا هاي لازم ما له اي فائده. شوفوا انا بالادب الطبي رجعت انه ممكن ينعطى بحاله واحده اذا المريضه عندها اختلاط نادر هو نقص الصفيحات، اذا ترافق مدادات رصيب بنقص الصفيحات هذا انديكيشن، او اذا عندها مرض ثاني مثل الذئب الحماميه على سبيل المثال جهازيه، هي هم نضطر نعطي اجباري بريدلون. فيما عدا ذلك ما له اي مكان. في كانه هيك موضه انه بيعطوا الانترافينوس امينوجلوبولين IVIG اللي هذا اللي مثل الحليب، بعض المشايف حتى هون بيجيني انه عنده عم يعطوه اثناء الحمل كل شهر وحده الانتراليبيد، اذا شايفين ما له اي فائده على الاطلاق بالجايد لاين، ويجب عدم اعطائه بشكل. بالعكس هلا اعطاء البريدنيزولون شو بيساوي في مرضى بيعمل لها امتاق شباكي، بيعمل لها امراضيات من اصل المناعه، ما في اي داعي لاعطائه بشكل مؤكد تمام. اذا العلاج هو اللو مولكولر ويت هيبارين، ممكن نضيف له الاسبرين وما بده اي شيء اخر بشكل عام. هلا بنيجي للانهيرتد اللي هي الاساسيه. بتعرفوا انا دائما اقول الحمل هو عباره عن توازن بين حاله فرط التخثر وعدم التخثر، او يعني بين التخثر وبين الانحلال، هي توازن بيناتهم. اذا زاد واحد منهم بصير عندنا يا اضطراب نزفي يا اضطراب تخثري. فان هي عباره، هي التعريف الثرومبوفيليا او القطار، هي عباره عن زياده الميل للتخثر بشكل رئيسي، هي اسمها بالعربي ما بعرف. هذول الاسباب الرئيسيه اللي حكينا هون، الأسباب الرئيسية والشائعة ببلدنا. هلا بنشوف هالثلاثة اللي أشيع شيء عنا هون، اللي كاتبينهم بالأحمر هي الفاكتور في لايدن. هلا شوفوا شائع جدا، شوفوا أي مشكلة وراثية بمجتمعنا إلى خصوصية ويجب النظر عليها بعين يعني الاعتبار الشديد، لأنه نحن شئنا ما بينا الأمراض الوراثية عنا أكثر من برا بسببين، زواج الأقارب بشكل عام، في عنا كلوزد كوميونيتي مجتمعات مغلقة، شئنا ما بينا ما
راح الواحد يحط راسه بالرمل. يعني مثلا منطقه السويداء ما بيتجوزوا غير من بعض، اندر من هذا ما يتجوزوا من برا، او في مجتمعات مغلقه، فاجباري بده يكون في زياده بالامراض الوراثيه. لذلك هلا بتشوفوا يعني هالثلاث شغلات، فاكتور في لايدن، الهايبر هوموسيستينيميا، والبروثرومبين جين موتيشن، هذول كتار طبعا لا شك البقيه موجودين بس نادرين. يعني احيانا اذا بين كل 200 تحليل يطلع واحد ايجابي بعوض بستغني عنه، بقول يعني هذا ما نو كوست افكتيف بشكل عام. شوفوا النسب تواردها نسبه عاليه، لاحظين قديش تغيرت النسب؟ كنا دائما ايام زمان نقول فقدان الحمل المتكرر اسبابه صبغيه، اسبابه جينيه كذا، هلا لا لاحظي 15 ل 60% اسبابه مناعيه وتخثليه، معناتها نص الحالات. قديش نحن لازم نهتم بهالموضوع هذا بالنسبه للفقدان المتكرر. هي نسب تواردهم مثل ما حكينا هلا بنشوف. اذا بالحمل بصير في مثل ما حكينا توازن، وفي عندنا عوامل منظمه وعوامل بسموها عوامل طليعه للتخثر. هالمنظمه اهم شيء البروتين سي واس والانتيترومبين والفاكتور في، ما راح نرجع نكرر هذا. هلا شو بيتغير بالحمل؟ ليش انه بالحمل الى اهميتها؟ وباللي عندهم، شوفوا اللي عندهم ثرومبوفيليا بياخذوا وقائيا بالامراض القلبيه لازم ياخذوا كثير ادويه. هلا انا بتمنى يعلق على الموضوع، اللي عنده ثرومبوفيليا كثير بيصير عنده جلطات، عنده قصه. هلا بشوف لانه جمعيه اوبي طلعت اللي بسوابق وخسرات لازم يعمل له استقصاء حتى لو بالعائله نفسها. فاذا هلا بالحمل ليش بزيد؟ اول شغله بتزيد عنا كل عوامل التخثر من 20 ل 200، يعني ل 200% بتزيد العامل الثاني والسابع والثامن والتاسع والعاشر، تمام؟ وبصير عنا حتى الاكتيفيشن للصفيحات بصير اكثر، بزيد عنا بينقص العوامل المضاده للتخثر، يعني عوامل التخثر بتزيد والمضاده للتخثر بتنقص، فبتصير حاله بالحاله الطبيعيه هو الحمل حاله من اهبه الخثار او من زياده قابليه التخثر. فلازم ننتبه للموضوع، البروتين اس بينقص بالحمل، لذلك ما لازم حدا يعاير البروتين اس بالحمل، لانه بشكل طبيعي بينقص، ما فينا نشخص الا خارج الحمل نقص البروتين اس، اذا اثناء الحمل كل الناس بيطلع عندها ناقص، لذلك هذا نقطة كثير مهمة، انه هذا ما نحلله اثناء الحمل. في البي اي اي 1 و 2 ايضا بينقصوا، هذول لهم دور بتعرفوا، هو هذا البلاسمينوجين اللي بينقص. اذا لازم يكون عندنا توازن بين العوامل المخثرة والمضادة للتخثر. وفي شيء اسمه سيستم، هذا المثلث الثلاثي فيرشو، كلكم تعرفوا ثلاثي فيرشو اللي هو لحتى يصير اي خثرة بالجسم لازم يصير في عندنا اول شيء اذية وعائية، يعني اذيه ما معايه لحتى تعلى عند الصفيحات وبالتالي تصير الجلطه عندها. الشغله الثانيه بصير يكون عندنا الخلل بالتدفق الدموي، وهذا بصير بالحمل الركودي بجريان الدم هالركودي، وبطء السير بتلاقي ممكن تزيد قابليه التخثر. مشان هيك نحن دائما نوصي بالتحريك الباكر بعد القيصريات بعد العمليات لحتى هالركودي هي ما تعمل لنا خثرات. الشغله الثالثه الهايبر يعني او فرط الخثار او فرط خثاريه او فرط الميل للتخثر. هالثلاث عوامل هذا هو ثلاثي او فيرشو اللي مهم جدا. طبعا كل واحد له اسبابه، له يعني ما راح كثير نفصل فيها. اهم شيء بالفرط الخثاريه لازم ننتبه بعض الحالات اللي فيها فرط استروجين، هي بتزيد قابليه التخثر. الحبل اللي مثل ما حكينا، بعض الافات الالتهابيه، الانتانات بما فيها ثرومبوفيليا، اللي عنده ثرومبوفيليا معناتها عنده زياده قابليه. فهيدا اول واحد بفيرشو محقق بثرومبوفيليا. الأذية الوعائية ممكن تصير بأسباب، ممكن مش تكون رضية، ممكن تكون كيماوية، ممكن تكون استقلابية، ممكن تكون إذا هي أيضا. والركودة اللي هي أيضا محققة بالحمل، لذلك مهم جدا ننتبه لموضوع أهبة الخثار. هلأ في عفوا هلأ البروتين سي سيستم، كلنا بنعرف انه شلون الاليه اللي بالحالة الطبيعية بتثبط فيها الخثار. البروتين سي له كوفاكتور هو البروتين اس، إذا سي أساسي، الكوفاكتور تبعه العامل المساعد اللي بيشغله هو البروتين اس، هدول اثنين بيجوا بيرتبطوا بالعامل الخامس بمكان معين فيه، تمام؟ هدول لما يرتبطوا فيه بتدمر العامل الخامس بينقص أو بصير في تدرج، لما ينقص فبتقل هالموضوع الميل للتخثر، بتقل عملية الخثرة أو عملية تشكل خثرة فبينقص قابليته. هلا إذا عندنا أي خلل بهالسيستم هذا البروتين سي سيستم، يعني نقص عندنا السي
معناتها ما عاد يتدرك نقص الاس الكوفاك، معناتها ما عاد يتدرك العامل الخامس، او صار في عنا طفره بالعامل الخامس بهالموقع هذا اللي بيجي البروتين سي بيخربوا فيه اللي بيمسكوا، صار في عنا طفره بط صار يجي البروتين سي وما ياثر عليه، معناتها صار في سميناها مقاومه للبروتين سي، صار هالعامل الخامس عم يقاوم البروتين سي فسموها اكتيفيتد بروتين سي ريزيستنس. لذلك هي هذا عباره عن سكريننج تيست، ما هي شيء مرض لما نقول مقاومه البروتين سي فعال، هي عباره عن وصف لحاله الى سبب، قد يكون سببها طفره العامل الخامس لانه صار في طفره ما عاد ياثر فيه البروتين سي، او نقص البروتين سي او نقص البروتين سي اللي هني اندر. فلذلك نحن دائما يعني بتعرف دائما اي اختبار بنسميه كوست افكتيفنس، ما الطفره مكلفه، هلا حاليا بتكلف في 500,000 طفرات كلهم بيصيروا لهم كيت واحد، فنحن شو بنيجي بنعمل اختبار بسيط هو الاكتيفيتد بروتين سي ريزيستنس، مقاومه البروتين سي الفعال، اذا طلع واطي ايجابي يعني ايجابي التحليل بنرجع بنعمل موتيشن اذا بدنا، واذا بدك ما تعملوا فيكم تعالجوا مباشره لانه اكيد في عندنا خلل بده علاج. تمام شايفين؟ فيعني هذا هو بس لتعرفوا ليش بنعمل نحن مقاومه البروتين سي الفعال، لانه نحن بنكشف الطفره او الخلل مشان ما نكلف المريض، هو لازم نعمل الطفره بس طالما التدبير نفسه احيانا ما بنعمل الا لاسباب علميه. فاذا هي لازم كلنا نفهمها، اذا ثلاث شذوذات ممكن تصير، نقص البروتين سي او اس او موتيشن بالفاكتور في لايدن، او لايدن هي اسم المدينه اللي اكتشف فيها العامل الخامس، لذلك صار اخذ على لساننا انه فاكتور في لايدن او العامل في حتى في اكثر من طفره، الطفره الشائعه في طفره ثانيه باسم ثاني باسماء مختلفه، هي اشياء طفره ملاحظين هي اذا بدنا اللي حكيناه، ملاحظين البروتين سي وين بياثر؟ عند هذا الكليفج سايت بسموها، منطقه اللي بيقسم فيها وبيعمل تدرج، اذا صار في طفره تحول للجوانين فبصير هي البوينت موتيشن، هي طفره نقطيه لحمض اميني واحد، فبصير يجي البروتين سي وما ياثر عليه، لذلك صار في مقاومه وبالتالي زادت قابليه التخثر بشكل رئيسي. البروتروبين بآلية ثانية بزيد مباشره بياثر بزيد عوامل التخثر وبالتالي بيساوي ثرومبوفيليا. هلا بنيجي للهوموسيستين. الهوموسيستين هذا قلنا من الاسباب المشتركه 90% منه، شوفوا نسبة عالية جدا ممكن هي اسباب جينية وراثية، طفرة اسمها الام تي اتش اف ار، الطفرة هي طبعا الام تي اتش اف ار شو بيساوي؟ هو هذا الانزيم هذا بيحول الميتونين لسيستين. تمام؟ فإذا صار في طفرة بيأثر على عملية هالانقلاب، هالطفرة هالانزيم هذا بيشتغل له كمان كوفاكتور اللي هن الفوليك أسيد، تمام؟ واثنين البي 6 والبي 12. فنقص 10% من أسباب فرط هوموسيستين دم هي نقص هدول العوامل الثلاثة. لذلك أنا بزمانه أول ما يعني حكى عن الموضوع طلبنا من أحد الشركات تصنع دواء كان الفيتفول اسمه، هي عبارة عن فيها ثلاثة سوا، الفوليك اسيد والبي 6 والبي 12. وهلا يمكن في الدواء ثاني عم حطوا طليعه الفيتانيت طليعه الغموض عاي للشركات يعني، بس حطوا طليعه الفوليك اسيد بس مشان تسهيل، فاعطائه ايضا بيغني عن هذول. فاذا هايبر هوموسيستينيميا له سببين، اما يكون انهيرتد وراثي اللي هي طفره بالانزيم هذا الام تي اتش اف ار، خلص هذا وهذا الانزيم تبين انه هو بوليمورفيزم شائع ببلدنا. نعمل هلا شو عده دراسات، واحده منهم بالطاقه الذريه، واحده عندنا بكليه الطب، طلع انه يكون متخالف اللواقح نسبته فوق ال 50% بالمجتمع السوري، فوق ال 50%، حتى في دراسه عملت 70% انه يكون متخالف، اما متماثل اندر، متماثل بزيد قابليه التخثر. شوفوا النسبه مثلا بفقدان الحمل المتكرر، هي دراسه دكتوراه، ملاحظين نسبه يعني بفقدان الحمل المتكرر لما يكون متماثل بزيد، بس الطبيعي نادر جدا ما يكون متماثل، اما شوفوا نسبته طلعت بالدراسه عند الناس العاديين اعلى من اللي عنده فقدان حمل بالنسبه معناتها المتخالف اللواقح ما له كثير، اما اذا كان متماثل وقتها بزيد نسبه فقدان الحمل المتكرر وبياثر على التعشيش على الامبلانتيشن حتى على الفقدان الباكر بشكل رئيسي.
هلا الجمعية الأمريكية شو قالت بثرومبوفيليا؟ قالت إنه هذا اختبار ACGO الجمعية الأنبلة الأمريكية تبع للمولدين والنسائيين شو قالت؟ إنه إذا في قصة عائلية شخصية أو عائلية من لأقرباء الدرجة الأولى لأي قصة ترومب يعني خثار تحت عمر 50 سنة يعني باكر شوي لازم نستقصي الحامل لثرومبوفيليا، يعني لما نجي نستجوبها حدا صار معه جلطة من العيلة كذا لازم نعمل دراسة الثرومبوفيليا. هي الجمعية الأمريكية من 2007 نشرنا أول ورقة علمية من جامعة دمشق، كان بالتعاون مع كل الصيدلي، وجدنا أنه نسبة شيوع عند مرضى إسقاطات متكررة وفقدان حمل متكرر أعلى، وصلت ل 27%. فلفت نظرنا أنه فعلا ليكون في بردينا بالمقاومة للبروتين سي الفعال أيضا، وجدنا نسبتها أعلى، والبروتين سي الفعال قلنا شو الاحتمال الأغلب يكون طفرة بالعامل الخامس، الاحتمال الأقل أن يكون نقص بروتين سي وإس، لأنه نادرين نسبة 0.5% طلعت بالنسبة لمجتمعنا السوري. فالأشياء هي الطفرة، طبعا هي دراسة تانية بال 2016. بعدين قلنا ليكون بس عندنا هالمنطقة، حاولنا نعمل طبعا هاي دراسة على الهوموسيستين، عملنا دراسة بجامعة دمشق، قلنا بعد ما طلعت دراسة بالطاقة الذرية 50% ل70% شيوع البوليمورفيزم للهيتروزايغوس اللي قلنا بنسميه متخالف الألائل. فلما عملنا بجامعة دمشق طلع كمان نفس الشيء، بالعكس طلعوا الأصحاء يعني، فما عاد اسمه طفرة أكثر ما أنه بنسميه تعدد أشكال. لما الطفرة تكون شائعة ما عاد نسميها طفرة، صار نسميها بوليمورفيزم تعدد أشكال. فمتخالف اللواقع هذا صار اسمه تعدد أشكال ما عاد طفرة، أما إذا متماثل بيزيد قابلية التخثر 7 أضعاف، وبالتالي بيعمل مشاكل بالنسبة. فجينا حبينا نتعاون مع الدول المجاورة، فعملنا دراسة بسموها ملتي سنتر ستادي، اشترك فيها العراق والأردن وسوريا. هي الدراسة نشرت طبعا بال 2017 بعدها بسنة، كمان وجدنا نفس الانتشار، معناتها بالمنطقة العربية أو خلينا نقول الشرق، هالمنطقة العربية ما بحب كلمة الشرق الأوسط، فهي ممكن تكون نسبة انتشارها عالية وصار بوليمورفيزم أكثر، عملنا فيها كل الطفرات. طب نجي للتدبير، التدبير طبعا بالنسبة للثرومبوفيليا خلينا بالبداية نصنفهم، في عنا شيء اسمه هاي ريسك، يعني ريسك متوسط او ريسك خفيف، يعني ريسك عالي. اكثر شيء هو الانتي فوسفوليبيد، هي تعتبر هاي ريسك، والانتي ثرومبين ديفيشنسي نقص الانتي ثرومبين، هدول المودريت لما يكون عندنا ريسك متوسط منهم البروتين سي واس، لما يكون هوموزايجوستي الفاكتور في لايدن كثير خطير بده علاج وتمييع فعال، لما يكون متماثل الالائل واغلبهم اللي عندنا ما انه متماثل بس بده علاج ايضا بالنسبه للفاكتور في لايدن شو ما كان، بالنسبه للبروتروبين موتيشن نفس الشيء، اقلهم مثل ما حكينا لما يكون هيتروزايغوس خاصة بالام تي اتش اف ار اللي سميناها بوليمورفيزم. نجي للجايد لاين او الدليل الارشادي. اول شيء بالنسبة للجمعية الأوروبية قال انه نعمل كل هالاختبارات دفعة واحدة ما نريكومندد، لانه الا اذا في شيء عامل موجه، يعني حالات شخصية لانه شافت انه الموضوع مكلف ونسبته عندهم قليلة. بس نحن انا برأيي هالتوصية هي كونديشنال ما انا اساسية، ممكن نفكر فيها اذا في قصة عائلية تصير بالعكس لازم نعملها بالنسبة لعنا. الشغلة الثانية طبعا التحريك الباكر اللي نحكوا التوصيات هي مهمة جدا لمنع الخثار اللي عندهم. هلا الجمعية البريطانية الار سي او جي قالت انه اذا عندنا فقدان حمل خاصة بالاشهر الوسطى، يعني في مشكلة بالمشيمة لازم ضروري نعمل، وهذا طبعا هي تصنيفه مو بالاس ولا هلا بعدهم اي بي سي، لازم نعمل اختبارات الثرومبوفيليا بشكل بما فيها الفرط هوموسيستين الدم. كيف علاجه؟ هلا شوفوا بدنا كمان نميز بين حالتين، اذا في سوابق خثريه او فقدان حمل ولا ما في. اذا في بدنا نضيف، اذا في بدنا نضيف مميع دم، اكيد مميع دم لانه هي الاليه اصلا عم بزيد تهرب. اما اذا ما في بكفي نعطي 3 شغلات، الفوليك اسيد والبي 6 والبي 12 لانه غالبا بيكون مشكله مكتسبه. اذا بالنسبه لفرط اتفقنا كيف بالمضادات الفوسفوليبيد في سوابق خثريه ولا ما في. سوابق خثريه تشمل فقدان الحمل المتكرر، تشمل الانسمام الحملي الباكر، نقص النمو داخل الرحم، اذا كل هذول. اذا في قصه لازم نعطي تمييع، ما في بكفي نعطي بي 6 وبي 12 وبي 6، وانا بنصحكم نضيف له الاسبرين.
بهدول بالذات للوقايه من انسمام الحملي. الاسبرين يجب ان يبدا في قبل 16 اسبوع ويوقف على 36 اسبوع للوقايه من انسمام الحملي او 34 اسبوع. اذا هلا كوكرين لايبراري كلكم تعرفوا كوكرين نفس الشيء اشارت بكل دراساتها وبتعرف دراساتها هي دراسات مراجعات منهجيه. الاسبرين والهبارين هو الدراج اوف تشويس لكل شيء ثرومبوفيليا من 2013 حاططوه ما غيرت لانه ما طلع شيء بعدها. طبعا لما نحكي هبارين هي انا بقصد اللوموليكولاريت هبارين لانه هذا الهبارين عاملنا مشكله بالعلاج لانه بتيجي المريضه عندها فقدان حمل متكرر وعندها ثرومبوفيليا او عندها متضاد بتيجي بتعطيها هبارين يا دكتور اخذته وما استفدت بتسالها بالتفصيل شو اخذت بتطلع اخذ الهبارين هذا العادي اللي هو عمره النصفي ما بيطلع 6 ساعات فاذا تاخذه بتاخذ كل 6 ساعات ابره بتيجي بيعطوها كل يوم سنتي فمعناتها هي ما نمية كل يوم سنتي بتاخده تحت الجلد او او بالوريد عرفتي هذا اذا بنعطى بمضخه وبنعطى كل 4 ساعات او كل 6 ساعات فيعني او بشكل مستمر ففعلا تكون تجربه سيئه للمريضه لحتى ترجع تقنعها يا اختي هذا ما له تمييع فعال لازم تاخذي اللوموليكولاريت هبارين لانه هذا عمره نصفي من 24 ل 28 ساعه فرح نجي فهذا الهبارين فعلا عم مشكل هلا لحد امبارح راجعتني مريضه قال يا دكتور اخذت جيبي اللي اخذتيه وطلعت هبارين قال كل يوم باخذ سنتي يعني هاي مشكله فعلا للموضوع فنحن انا لما اقول هبارين معناتها لو مولكيولار ويت هبارين اكيد بالنسبه للعلاج طبعا هذا الثلاث انواع المتوفره عندنا هو الدلتا بارين والتنزا بارين والانوكس بارين طبعا هلا بهالظروف شو ما لقت من هدول تاخذ لانه ما في شويه صعوبه بتامين لو مولكيولار ويت هبارين وهي الجرعات رح تكون المحاضره على كل حال معكم هلا في شيء يعني ستيت اوف ذا ارت في تطورات كثير هلا بتعرفوا هلا عصر الريكومبينيشن او التأشيب فصارت بالنسبه للصناعات الدوائيه انه المواد المأشوبه اللي بتتصنع بالهندسه الوراثيه هلا عم يشتغلوا بالريكومبيننت فاكتورز العوامل التخثر او المضاده للتخثر اللي هي المأشوبه هي ايضا مهم موضوع هلا الجراسبينج او الجين اديتنج اللي بنسميها ايضا هذا من الحالات اللي بتخلينا نقول امل واعد انه يصير في معالجه جينيه لهدول اللي عندهم طفرات لانه هي شغله طويله وبتاثر على اللي عنده فاكتور بيلادن لازم ياخذ اسبرين مميع حتى خارج الحمل في بعض الحالات يعني ما راح احكي عن شيء خارج الحمل بالنسبه للمعالجات المثبطه للمناعه كلما انا ريكومندد وما اثبتت فعاليتها ابدا اذا لازم ننتبه انه اذا عندنا كثير اذا عندنا موت محصول حمل مثل ما قلنا قبل موت محصول حمل قبل 10 اسابيع او اذا عندنا بري اكلامسيا او قصور مشيمه قبل 34 اسبوع هلا ما في داعي اذا عندنا وحده مخاض مبكر اذا عندنا اي هجمه لخثار وريدي او شرياني كل هذا لازم يوجهنا لانه نعمل يعني اسئله مهمه جدا نسال المريضه لحتى نتجه باتجاه وما في داعي احيانا اذا عندنا بعد العشر اسابيع لو مر مرة واحدة لازم نستقصي على ثرومبوفيليا يعني ما في داعي نستنى ليصير مرتين وثلاثة بالنسبة للثرومبوفيليا بالذات رغم انه اللي حكيته التعريف هو فقدان حمل مرتين بس اذا كان الموت محصول حمل متأخر لازم ننتبه انه نحكي ان نستقصي عن ما في داعي علاقته مع التعشيش موضوع مثار جدل ما زال ما راح ادخلكم فيه عملنا نحن دراسة بسوريا نشرت بالانالز اوف ميدسن اند سيرجري عن علاقة انتي فوسفوليبيد بالتعشيش تبين بالتعشيش ما له علاقة لفشل طفل الانبوب انه اذا بدنا لانه لحتى يصير له علاقة بيكون في دوران دموي جنيني بالتعشيش لحتى يعلق الجنين بالبطانة ولا لا ما له علاقة هي دراسة اكبر دراسة على فكرة منشورة عالميا كانت يعني انه من جامعة دمشق بنفخر فيها انه معتمد انه ما له علاقه بالانغراس الاجنبي او بالتعشيش هي ايضا السنه هي بال 2022 طبعا علاقه الفيتامين د مع عوامل التخثر ايضا نشرنا دراسه عنها كمان بال 2022 بدايه العام هذا الريكومنديشن اول شغله كلنا لازم يكون عندنا قناعه انه الحمل هو حاله من فرط الخثوريه الحمل هو حالة من فرط التخثر لازم ننتبه للموضوع وناخذ بعين الاعتبار هل الموضوع كل حامل لازم تقيم بشكل جيد لعوامل الخطورة على الأقل شوف عنده عامل خطورة للثرومبوفيليا ولا لا هي نقطة كتير موضوع
يعني موضوع العلاج والتدبير هو يعني له علاقة، لازم يجب شخصنة العلاج. كل مريض على حدة شفته بدنا نشوف ندرسها، ما في قاعدة الكل إذا عنده سوابق ولا ما عنده، عنده تخثر ولا عنده أكثر من عامل ولا في عنده، فكل يعني الطب هلأ التوجه لكل أنواع الطب هو الطب الشخصاني الانديفيدولايز اللي طلع بعده أو البيرسوناليز ميدسن. هلأ الأحسن اللي كلنا لازم نحكي فيه هو البريسيجن ميدسن أو الطب الرصين أو الدقيق اللي بيشترك أكثر من شخص لحتى يدبروا هالمريضة لحتى نقدم أحسن خدمة للمريض. فإذا العلاج يجب أن يكون مشخصا، كل مريضة تدرس حالتها على حدة. آخر شيء اللوم الكلوريتبرين هو دراج أوف شويس، هو العلاج المثالي. دائما بحب أختم بأنه What your brain doesn't know your eyes cannot see. إذا نحن ما عندنا القاعدة اللي خلينا نقول الباك جراوند العلمية الكافية بيجوز تمر معنا الحالة وما ننتبه لها. فلا تكون نحن مسؤولية أخلاقية وعلمية أنه نطور حالنا باتجاه خدمة المريض، لأنه ممكن تمر معنا هالحالة وما عندي علم فيها. والله لازم نحن نكون مطورين حالنا فيها. هالسلايد بحب أنهي فيه لحتى دائما نتجه باتجاه التطوير لحتى نقدم أحسن خدمة للمريض. شكرا جزيلا لكم جميعا.